اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين الى هذه الحلقه الجديده من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. وقبل الذهاب الى ما في هذه الحلقه من تفاصيل نطلع واياكم على العناوين. في البدايه سنتوقف عند خبر وفاه امراه بمستشفى في كربلاء وتاخر تسليم جثتها لذويها، وابو فتاه توفيت خطا يسعى الى كشف ما حصل لابنته. بعدها نذهب الى النجف وهناك وفاة عدد من المواطنين لم يجدوا من يسعفهم. وعلى النقيض والد شاب توفي دهسا يتنازل عن حقه بالفصل العشائري. بعدها إلى ميسان حيث ظاهرة إحراق السيارات وفيها احتراق سيارة من نوع سوناتا وأخرى من نوع كيا في القادسية. والختام سيكون مع حماية عمار الحكيم وهي تعتدي على المارة في بغداد، وكذلك تعطيل الطرق لتسهيل مرور رتل أحد المسؤولين في بغداد. بات من المعلوم لكم انهيار الواقع الصحي في العراق في المستشفيات الحكومية التي تعاني نقصا في الأدوية والكوادر الطبية التي تتحلى بالكفاءة، فضلا عن الإهمال المستشري بهذه المستشفيات. نسلط الضوء في هذا الملف على ما جرى لإحدى النساء التي توفيت في مستشفى السفير أثناء عملية تفتيت الحصى، حيث تأخر تسليم الجثة أكثر من 3 أيام، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول سبب هذا التأخير وما يراد إخفاؤه عن ذوي المرأة المتوفية، الذين ناشدوا بعد يأسهم الجهات المختصة وبعد عجزهم عن استلام جثة المرأة من الطب العدلي في كربلاء، كان أن تم تحويل الجثة إلى بغداد، الأمر الذي زاد من تعجب أسرتها. لنستمع إلى شهادتهم في المقطع الآتي. دخلت مستشفى السفير سوت عملية تفتيت حصى وانتقلت إلى رحمة الله، حولوها من مستشفى السفير إلى مستشفى الحسيني، وبعدها لحد هاي الساعة إحنا بالطب العدلي في محافظة كربلاء، وهسه مكملين الكتاب يحولونها إلى الطب العدلي في محافظة بغداد. إحنا نريد نشوف السبب شنو، ليش هيجي؟ إحنا نريد الحكومة توقف ويانا تعطينا حقنا. احنا السفير من متوفي الساعه بثنتين، مستشفى السفير متوفي يبعدها الساعه بثنتين، الساعه بالسبعه يلا يبلغونا. ليش احنا نريد اكو امور علميه ما نعرف بيها من مأخرين الجثة؟ غير اكو سبب مأخرين الجثة صارت 3 ايام، شنو السبب؟ زين هم خذيه تخدير عام، وانتم عندكم احصائيات قبل انه هي ما يصير لها. هو ما تخدير عام خالي، هم تخدير موضعي. انت ايش خدرتها عام؟ شلون خدرتها عام؟ توفت الى رحمه الله، نقول قضاء وقدر. قضاء وقدر. ليش شنو السبب اللي ما سلموك جثة؟ احنا نريد السبب، احنا نريد نعرف السبب. السبب لحد الان ما مجهول عندنا. مطالبه الجثه شنو اللي هم طلبوه من عندك انت تنازل كل الاطراف؟ طلبوا من عندي اول مره زوجها واولادها يتنازلون. بعدين كملنا قالوا اريد شهاده الوفاه مالت امها وابوها. حتى ما يطالبون بحقها. زين الدور هسه طلبوا اخواتها يتنازلون وبناتها يتنازلن. عم احنا شو مسوين؟ بس نريد نعرف. ما عندنا اي مشكله، احنا كل ما هنالك نريد إلى مأساة أخرى قديمة متجددة. عائلة أخرى في قضاء الحمزة الشرقية التابع إلى محافظة القادسية فقدت ابنتها البالغة 17 سنة وهي في الصف الثالث المتوسط. كان هذا في مستشفى الحمزة قبل نحو 7 أشهر، وإلى الآن اللجنة الطبية المكلفة بالأمر لم تعطي جوابا إلى العائلة. هل وفاة البنت سببه الطبيب؟ أم سببه العلاج؟ والد البنت قدم حديثا شكوا في المحاكم وإلى الآن لم يعرف سبب وفاة ابنته. وهل سبب تأخر إعلان نتيجة التحقيق بضغط من الطبيب أو العلاقات التي تحاول بكل جهد إخفاء الدليل؟ وفاة بنت ديوانية حمزاوية من قضاء الحمزة عمرها 17 سنة. هاي الصورة، هاي اللي توفت في مستشفى الحمزة العام قبل 7 أشهر. توفت يوم 10/2 أثر علاج من مدير، أثر علاج من طبيب. بالـ9 بالليل تخربطت الطوها علاج، ضربوها أوفر. 3 العصر
بالثالثة بالليل توفت. صار عندها انفجار بالشريان الأوفر. هاي الطبلة مالتها. وهاي التقرير للجامعة الطبية. وهاي شهادة الوفاة. وهذا كتاب من مركز شرطة الحمزة. يعني من شكلة لجنة طبية. أبوها قام دعوة قضائية على الطبيب. على الطبيب. يعني شوف حياة الإنسان 7 أشهر هذا. 7 أشهر بنت في الثالث متوسط توفت. السالفة كانت مضمومة عن الإعلام ما حد يدري بيها. الأب كحالته المادية فقير ما عنده يعني لو هي هاي بنت مسؤول حكومي لو بنت عضو مجلس نواب سافل لو بنت عضو مجلس رئيس كتلة أو حزب سياسي طلعوا وطلعوها بنفس اليوم سووا اللجان الطبية وطلعوا المقصر بس هذا الفقير تنقتل بنته تنقتل بنته هذا عمها معدوم طبعا تنقتل بنته ما حد ينتبه لها. لا نذهب بكم إلى موضوع آخر رقم مخيف وغريب أعلنته مؤخرا مفوضية حقوق الإنسان عن حوادث الطرق في العراق إذ أعلنت عن وفاة 2613 مواطنا عراقيا خلال 6 أشهر مضت فقط وإصابة 21,953 مواطنا عراقيا في نفس الفترة بمعنى هناك 136 شخصا وقعوا أو يقعون يوميا بين قتيل ومصاب وأن هناك 4,094 شخصا يقعون بين قتيل ومصاب شهريا وأن هناك 24,566 شخصا وقعوا بين قتيل ومصاب في الأشهر 6 الماضية. هذه الأرقام الخطيرة نتيجة لانعدام القوانين المرورية والبنية التحتية من طرق وجسور صالحة فضلا عن ظواهر مجتمعية لم يعهدها من قبل المواطن العراقي. حادث مؤسف على طريق النجف وعلق نشطاء أنه بسبب التقاليد الدخيلة والتي تسمى زورا تقاليد عشائرية والتي قطعت سبيل المعروف توفي عدد من المواطنين في الحادث بسبب عدم إسعافهم من أحد. نشاهد معا. خل تسمع كل العشائر هذا السيارة بموته ما حد يقبل يشيل العالم من وراء الشيوخ العشائر ما حد يقدر يشيل العالم من وراء هاي الشيوخ الناس إذا شارتهم تبتلي وتطيح براسهم مرة ميتة وجهال بحالة خطرة بس من وراء الشيوخ العشائر الناس تخاف من المسؤولية ما حد يقدر يشيلهم الله ينتقم منكم الله ينتقم من كل شيخ عشيرة ياخذ اللي الناس قامت تخاف حتى تشيل هاي الناس ناس موتة سالة ساعة بالشارع ناس تخاف تشيلهم من وراء الشيوخ العشائر الله ينتقم منهم. على النقيض من أولئك الذين يلومهم هذا الشاب الذي ظهر في هذا المقطع المصور على النقيض وفي المقابل هناك حالات إيجابية ولا يمكن تعميم ما حصل في المقطع السابق على الجميع شباب أو شاب عراقي توفي في حادث دهس الأب تنازل نشطاء علقوا عن فصل طبعا عن الفصل العشائري الذي تنازل الأب فيه وعلقوا قائلين معقولة أكو مثل هذا الأب تعالوا نتعرف على السبب الذي جعل الأب يتنازل عن حق ابنه المقتول اللي تفضلوا بي أخوتي وعمامي أنا ما أعيد عنه هم سنينتهم لكن يسمحوا لي هالمرة أنه أتجاوز على حقهم لأنه هو ولد ابنهم فعلا ابن العشيرة ابن العشيرة نعم الشيء الآخر هو تعرفون الموضوع يعني ما يعوض شيء لا والله لا الانبياء الرسول صلى الله عليه وسلم رغم النبي هو مصطفى اختاره الله لكن لما فقد ابراهيم عليه السلام قال له ان القلب لا يحزن والعين لا تدمع وان على فراقك لمحزونون الله يعوض ولا نقول ما يغضب الرب إنا الله منا يراجع فإحنا بالنسبة هذا الإجراء اللي صار والإجراء العرفي اللي الغاية من عنده هو كإجراء رادع للإنسان يكون يعني متروي وورع خلال تعامله مع الآخرين مع أرواح الآخرين فأنا
بالنسبة للدية اللي اتفقتوا عليها هي طايحة لوجه الله تعالى. عفية. شكرا جزيلا. هذا شيخ اسود شيخ البعيسى من العامرية. والله يعطيك الصبر والسلوان. آمين. جزاك الله خير. بس اكو نظام بالعشائر لا يرفضون الفصل ويقولون اكو جبره نمو الوليد ينطونها. فهاي ما تلغيها كلها ما يصير. انا اشكرك شيخنا الكريم واشكر البعيسى اللي تربطنا بهم علاقه خاصه. حتى هاي الجبره هم زين كرمانه ايش مشكلتك هاي واصل. الآن نذهب وإياكم إلى موضوع آخر. ازدادت معدلات احتراق السيارات الخاصة التي يمتلكها المواطنون في الأيام الماضية بشكل لافت، ولأسباب كثيرة منها رداءة الوقود الموزع على المواطنين فضلا عن رداءة منظومة الغاز. وهذه العيوب كلها أثرت عليها ارتفاع معدلات درجات الحرارة في عموم محافظات العراق، ومما طبعا زاد الأمر سوءا غياب سيارات الدفاع المدني وبطء تفاعلها مع نداء الاستغاثة، الأمر الذي أدى إلى احتراق السيارات بالكامل قبل وصول سيارات الإطفاء. في اللقطات التالية مقاطع مصورة لاحتراق سيارة من نوع سوناتا في ميسان وأخرى من نوع كيا وقعت في القادسية. عطبت وما اجوا عمي باوع النار جواصر شوف عطبت وما اجوا قبل خبرتهم هذا هم غير طلعوا بس صار ساعة باب الإطفائية ساعة ضبط الإطفائية ما تجي عطبت السيارة وما في الإطفائية صلوات الجو جو صلوات من قبة السيارة من قبة احترقت نار فرد نوبي الله يجو بعد تنفجر السيارة هما ماكو يطلع حجي يطلع لي قدام شوي يطلع يطلع من الحريق صار قبت السيارة جوا جوا قل له جواها جواها والله مهزلة في شارع فلسطين ببغداد كذلك تأخرت سيارات الإطفاء كالعادة في التعامل مع حادثة احتراق سيارة، لكن يد العون لم تتأخر من قبل المواطنين حيث بادر المارة إلى إطلاق مبادرة لجمع التبرعات من أصحاب السيارات والمارة الذين مروا من جوار السيارة وقت وقوع الحادث، إلى جانب عدد من أصحاب المحال التجارية قدموا تبرعات لصاحب السيارة المحترقة في محاولات منهم لتقليل ضرر ما حصل لصاحب السيارة، وهي خطوة فسرها متابعون بأنها تعبير حي على الغيرة العراقية. نشاهد. جبني بغداد وبهذا الوضع وبهذا الحال دنيا موت حار وخطية سيارة واحد هنا أنا مسكين ترقت هذا الرجل المسكين الواقف ترك السياره خطيه هي توابل ما اقدر احكي وياه على المسكين حتى ايده محروقه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوف العراقيين شوف الناس شوف الغيره العراقيه باوع العالم ده تتبرع له ده تتبرع له الناس ده تتبرع له الف رحمه على والديكم وعلى هاي الاخلاق الطيبه شوف تتبرع له اي والله اي والله رحم الله والديكم باوع 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 الله 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 على الغيره
اللهم صل على محمد وعلى محمد. حتى ذاك السايد ذاك يابا ذاك السايد همين ذاك السايد عليكم ونفضل عليكم مسكين هذا صاحبنا الله يسعد. يا علاو الله يرزقك. الآن إلى موضوع آخر. يعاني العراقيون من بين الأمور الكثيرة والظواهر التي استجدت على المشهد بعد 2003 يعانون من ظاهرة مواكب المسؤولين التي ما إن مر أحدهم في طريق ما إلا وعاثت فسادا من خلال إطلاق النار أو الاعتداء على المارة وأصحاب السيارات لفسح المجال وأحيانا حتى يتم الاعتداء على رجال المرور. وقد عرضنا الكثير من المقاطع حول هذه الاعتداءات بتواصل دوت كوم. مقطع متداول لاعتداء حماية زعيم ما يسمى بتيار المعارضة، وهنا نضع ألف خط تحت وصف معارضة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم في بغداد على من اعتدوا هؤلاء على المارة. نشاهد كيف تعتدي حماية عمار الحكيم على المارة في مشهد وصفه عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنه غير إنساني ولا مسؤول. نتابع. راح يجي سيد عمار الحكيم، الدنيا احترقت طقوا العالم باسوا هذا الولد هذا والسوله. والله ماكو هيجي، انتم شعب مساكين على هاي كسروا العالم. شفت الجاهل اللي انضرب، هذا الجاهل اللي انضرب والله شنو قال له لا تكسر غراضي. شنو انتم جاهل عمره 10 سنوات يمتى تسخرون على عقلكم يمتى؟ بس قولوا لي هاي كلها جاي عسير. هذا الضيم حانكم يا شعب العراق، والله على منفرد عموري هاي العالم تكسرت نسوان. من على ابو عمار الحكيم نسوان مبسطة نسوان ها شوفوا بعيونكم شوفوا شوفوا طشروا العالم هجولوها جاهل عمره 10 سنوات شبعوه بالدونكيات على رقبته. الآن إلى مقطع آخر وثقه أحد المواطنين أيضاً من إحدى التقاطعات وسط بغداد، ويبين المقطع إيقاف حركة السير والسبب تسهيل مرور رتل لأحد المسؤولين. وهنا يتساءل نشطاء عراقيون أين هؤلاء المسؤولون من تطبيق القانون، ولماذا يطالب المواطن بالامتثال الإشارة الضوئية بينما لا يمتثل أمامها السياسي الذي من المفترض أن يكون أول من يطبق القانون في البلد. السيارات كما جاز كما جاز مكافحة الإرهاب هذا الموقف بده يفوت بقاطع الإشارة على مود كل الزين مصلوبة وقام المنطلقات انتو شنو تفون عن الفارة نفسه كلها فيلونات وصلنا الآن فقرة آراءكم، وفيها نشاهد هذا التهديد المنشور من قبل ميليشيا الحشد. سيبدو أمامنا منشور لهذه الميليشيا وفيه موجه إلى كافة منتسبي المديرية إعلام، يتحدثون فيه عن تهديد من الميليشيا بعقوبات شديدة ورادعة بحسب وصفها موجهة أو موجهة هذا الوعيد إلى كل من ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي شيئاً بحق فالح الفياض أو أبو مهدي المهندس، وكلاهما قيادي كما تعلمون في ميليشيا الحشد.
تعالوا بنا نرى وإياكم كيف قابل الشباب العراقي هذا الوعيد وكيف علقوا عليه. نقرأ عليكم المنشورات تباعا، والبداية بمن يسمي نفسه صمتا وألما، يقول: شي أكيد أكو أشخاص من أقارب اعتقلوهم. إلى منشور آخر، محمد الحلاق العبيدي يكتب: إيه قادرين على الناس الفقراء. الآن إلى منشور ثالث نذهب، حسين محمد الشمري يكتب: صاروا علاسة المجاهدين. هذا رأي مواطن عراقي. أيضا نذهب إلى الرابع، صهيب يكتب: من يتنفذون قرار رئيس الوزراء بحل الحشد ودمجه مع الجيش، تعال احكي. إلى المنشور الخامس نذهب وإياكم، في المنشور الخامس أيمن عباس يكتب: ليش ما تعاقبون إسرائيل لو بس على جماعة الكيبورد. الآن نذهب إلى المنشور الأخير وكتبه محمد، وفيه يقول: عبيد للأجانب هم، ولكن على أبناء جلدتهم أسود. هذا وصف أو سرد لبعض المنشورات التي كتبها شباب عراقي على فيسبوك تعليقاً على قرار صادر من ميليشيا الحشد بملاحقة كل من يتحدث عن الفياض أو المهندس. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تويتر. اوصف الأبواق بكلمة، هذا هو الهاشتاج الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة، ونقرأ عليكم أبرز أربع تغريدات اختتمت بهذا الهاشتاج. اوصف الأبواق بكلمة، كوثر تكتب: كثر هم أبواق إيران في العراق، ودائما تصدح بأصوات عالية ولا يعرف متى تخرس. بعد كوثر نذهب الآن إلى يوسف الذي كتب: الوصف الدقيق لهم هم ذباب إلكتروني، لأن الذباب يحمل كل ما هو خطر على الإنسان وعلى صحته، وإلكترونيا على تغيير فكره. اوصف الأبواق بكلمة. بعد يوسف نذهب إلى تغريدة ثانية كتبها رائد، وفيها يقول: بس ينداس على تاج راسه، راسه يقوم ينبح. بعد رائد إلى التغريدة الأخيرة وهي من علي، وفيها يقول: قل للمطايا وإن طالت معالفها، لن يسبق الخيل في ركض الميادين. شاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة تويتر. الآن ننتقل وإياكم إلى الفيديوهات المتنوعة. إذن ليس مستغربا أن تقع أول جريمة، ولكن هذه المرة أين؟ خارج كوكب الأرض. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. لاحقا نلتقي وإياكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.